السلام عليكم. نبدأ بالجزء الثاني من محاضرة الـ Anti-Arrhythmics. بالجزء الأول تكلمنا عن الـ Types مال Action Potential, الـ Phases of Action Potential, and what is special, what is the characteristic of each phase, and what is the pharmacological relevance of each case if we use a blocker of the channel responsible for the phase. في الجزء الثاني إن شاء الله راح نتكلم عن the pathophysiology of arrhythmia. So arrhythmia arise from two main causes. عندنا disturbance of impulse formation يعني بالautomaticity, أو عندنا disturbance of impulse conduction يعني the site of origin أو في الطريق اللي ينقل الإمبلس. بالنسبة للدستربنس مال إمبلس فورميشن عندنا أما عندنا altered automaticity يعني أني أصلا عندي في التشيو هو بي automaticity وممكن يصير بي alteration أو change, ممكن هذا physiologic مثلا sympathetic arousal يعني لما واحد يركض يخاف يصير بالهارت ريت مالته راح تزداد, كل هذا مجربي. اللي يصير عنده vasovagal attack, يصير عنده فينتينج, شي يصير عنده الفيجل يعني باراسيمباثيتيك, راح يصير عنده براديكاردي. This is physiologic. Pathologic يعني راح يصير عندنا disease in the SA node اللي ممكن يصير بي يعني تاكيكارديا, ممكن يصير عندنا براديكارديا, أو واحدة من الأشياء المهمة اللي هي أو الأسباب المهمة direct tissue damage مثلا يصير بالمايوكارديا انفاركشن راح يصير عندي دامج. هذا الدامج مرات ممكن شي يسوي لي الريستنج ميمبرين بوتنشال يصير مور بوزيتيف. طبعا مثل ما تعرفون بالفيزيولوجي دائما كل ما اقرب الريستنج ميمبرين بوتنشال من الاثريد ريشولد بوتنشال يعني معناها ازداد ازيد الاكسايتابيلتي مال هذا التشيو يعني ممكن يدخل باكشن بوتنشال اقرب. فمثلا اذا يعني سويته نقول ماينس 60 ممكن تيشيوز اللي هي نون بيس ميكر صار بها تيشيو دامج, الريستنج ميمبرين بوتنشال مالتها صار مور بوزيتيف اقترب من الثريشولد بوتنشال, ممكن اي تريجر ممكن شي يصير بها, يصير بها سبونتينوس ديبولاريزيشن يعني شنو راح يصير بها اكتيفيتي يعني ممكن تسبب اريزميا, ممكن تكون لايك ا بيس ميكر. السبب الثاني ان احنا بالdisturbance of impulse formation هو trigger activity اللي هو عندنا ال delayed after depolarization or early after depolarization, هذا ما راح نتكلم عليه هسه يعني إذا صعدنا وقت ممكن نتكلم عليه يعني يعني الشرح يطول شوية معقد. هذا يعني مثال على اللي قلت لكم عليه واللي هو البوليمورفيك فنتريكولار اريزميا اللي هي توكسال ديبوا اللي يصير اذا عندنا برولونجيشن اوف ذا اكشن بوتنشال, اللي يصير عندنا اذا عندنا صار بلوكينج اوف ذا بوتاسيوم شانل مثل ما قلنا. هسه قلنا احنا الاول شيء عندنا الديستربنس ان automaticity and defect in impulse conduction. Defect with impulse for conduction either we have a re-entry with the mechanism accessory pathway مثل WPW syndrome أو conduction block. أهم اثنين طبعا اللي ممكن نسوي تاكي أريثمية هي re-entry والaccessory pathway. خلينا نتكلم لكم عن الري انتري. احنا نورمالي this is normal conduction the cardiac action potential طبعا البيركنجي فايبرز يصير بيها برانشينج يعني تتفرع, فراح تتقسم هاي الامبلس الى اثنين الى two daughter impulses, هاي تروح بهذا الطريق وهاي تروح بهذا الطريق. اكو اثنين لانه طبعا الامبلس تتحرك بشكل راندوم يعني تمشي في اي طريق مفتوح قدامها. فمثل ما تروح
من هذا الطريق ومن هذا الطريق اللي هو this is أنا أريدها توصل لهذا المكان الديستال، أيضا ممكن تتحرك بالطريق الثاني. ما دام هاي two impulses they are at the same phase of depolarization. Depolarization يعني راح يلتقن، يعني لما يصير propagation of the impulse يعني هي this is depolarization، يلتقون في نفس الوقت من depolarization which means that they are in the refractory period. ايش راح يصير بيهم؟ راح يسموها تموت الامبلس، يعني واحد يلغي الثاني، هذا نورمالي. فهنا معناها شنو؟ الامبلس ما راح ترجع، ما تقدر ترجع، لان هذا اللي تشوفوه هسه هذا المثلث هذا هنا، هذا ممكن شو يسوي؟ يسوي دائره، يسوي فيش السيركل. اذا يقدر يرجع يبقى يفتر، لما يفتر يعني شنو؟ يعني شنو اذا يفتر؟ إذا يفتر راح يسوي لي راح يسوي لي سايت اوف اوتوماتيسيتي، يعني سايت مال أريثمي. يعني ما اريد يفتر هذا هاي الامبلس، اريدها تموت هنا، يبقى بس هذا الامبلس الطبيعي. هنا يجي الباثولوجيكال كونديشن اللي هي ري انتري. شنو اللي صار عندنا؟ اللي صار عندي ما يلي، واحد من هاي البرانشات ايش راح يصير بيه؟ راح يصير ب يوني دايركشنال بلوك. اولا يعني شنو؟ يعني يعبر من هذا الطريق بس ما يعبر بالاتجاه الثاني، يعني منا بلوك بي بس منا شنو؟ ممكن تمشي الامباس، يعني الامباس جت منا فاتت بها الطريق الطبيعي. هنا شنو؟ ما تقدر تطلع، ممكن هنا هذا دامج تيشو مثلا، صار بي مايكارديا انفاكشن او لنفرض صار بي اسكيميا، فهنا الامبلس ما راح تقدر تعبر من هذا الطريق. لو بس هذا اللي صاير ما عندنا مشكلة، يعني لو عندنا باي دايركشنال بلوك ما عندي مشكلة، توقف هنا ولما تجي منها هم ما تقدر تعبر، فما تقدر تكمل هذه السايكل. المشكلة وين؟ لا it is not a باي دايركشنال بلوك، it's unidirectional بلوك، يعني ما تمشي بهذا الاتجاه لكن تمشي بالاتجاه المعاكس. اذا عندنا يوني دايركشنال بلوك بعد. وهنا ايضا شنو عندي؟ عندي سلو كوندكشن. سلو كوندكشن، فهسه خلينا نشوف السيناريو راح يصير. اجت هاي الامبلس صار بها بايفوركيشن بهذا الاتجاه، ما قدرت تفوت، وقفت، كملت بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه الثاني، هذه نفسها هاي الاساسيه، وقفت هنا، فتقدر تمشي فقط بهذا الطريق. مشيت بهذا الطريق هذا النورمال، رجعت منه. لما رجعت منه لانه عندنا يوني دايركشن بلوك تقدر تفوت. زين لو هي تفوت بسرعه بحيث تلحق توصل لهاي الامبلس واثنيناتهم بالديبولاريزيشن ما عندنا مشكله، ايضا هاي اثنينات الامبلسز راح تموت. لكن شنو عندي هنا؟ عندي سلو كوندكشن فراح تتاخر، فلما توصل هنا راح تكون هاي الامبلس طالعه من الريفراكتوري بيريد، فتسوي لها اكسايتيشن. شو يصير؟ يعني يصير بيها بروبوجيشن، ما تموت، راح تستمر. وين ترجع؟ ترجع منا، وهكذا، وتظل تفتر، تظل تفتر. هاي شو تسوي لي؟ كانه عندي بيس ميكر، اني بريت كلش عاليه، ظل تفتر. This is the re-entry mechanism اللي هي أساس الأريثمية مثلا بالأتريال فيبريليشن، بالفنتريكولار تاكيكارديا، بالWPW سيندروم. بالWPW سيندروم شو يصير عندي؟ يصير عندي accessory band ويا الAV node، يم الAV node، لأن الAV node صار بيها قلنا سلوينج، فهذا راح تعبر سريع الاكسسوري، ترجع عن طريق السلو باث واي، بعدين ترجع ايضا تلتقي بامبلس نوت ان ريفراكتوري بيريد. فممكن شو تسوي لي؟ تسوي لي ايضا ري انتري وتسوي لي اريثميا. اذا هذه الميكانيزم اوف ذا اريثميا. حتى
حتى اقضي على حتى اعالج هذا الشيء ايش لازم اسوي يعني؟ لازم احول اليوني دايركشنال بلوك المن الى باي دايركشنال بلوك، يعني اسدها هذه. شلون اقلل الكوندكتيف فيلوسيتي؟ هسه سؤال لكم، شلون اقلل الكوندكتيف فيلوسيتي؟ هنا يا شنل اسدها على مود اقلل الكوندكتيف فيلوسيتي، منو قلنا اللي هي صوديوم شنل، اقلل الفي ماكس لما اسوي لها بلوكينج. فشي صار عندي بعد قلنا هي المسؤوله عن الكوندكتيف فيلوسيتي. ايضا ممكن ايش اسوي؟ ازيد الاكشن بوتنشال دوريشن هنا، وانا ازيد الريفراكتوري بيريد، فما تقدر تمر هاي الامبلس لما اسوي بلوكينج فور ذا بوتاسيوم شانل مثل ما ذكرنا. هسه هذا راح نستفاد من هذا الفيزيولوجي اللي تكلمنا عنه بالتريتمنت. اذا الميكانيزم اوف ذا ري انتري، وي هاف بايفوركيشن هنا، يعني راح تتوزع الامبلس على جهتين. المفروض انه هاي الامبلس لما تيجي متواجهه متعاكسه في نفس الفيز، both of them are depolarized ف both of them are in refractory period، عشان راح وحده تلغي الوخ تموت. لكن اذا عدي هنا unidirectional، يعني ما يعبر من هذا الاتجاه بس يعبر بالاتجاه الثاني، وslow conduction بهاي الاريا، راح تجي الامبلس راح تفتر، راح تبطأ هنا، ترجع تلقى هاي الامبلس وين؟ هذا التيشيو excitable، it's not in depolarization. فش يسوي له؟ يسوي له excitation وتفتر، ظل تفتر. This is the mechanism of re-entry. أتمنى أن تكون يعني هذه واضحة. طبعا حتى نفتهم ال channel، any channel وخاصة الصوديوم channel إذا نتكلم عنها كمثال، it can be found in three states، وهي resting, activated and inactivated. طبعا هذا يعتمد على اليمن على المورفولوجي or topography of the channel ion channel. الصوديوم channel بالحقيقة بيها two gates، عندنا activation gate و inactivation gate. بالresting the activation gate is closed، the inactivation gate is open، لكن ما ممكن يدخل الصوديوم. هذا this is a resting membrane. resting membrane يعني the membrane is polarized، يعني it's negative، يعني نحكي بالناقص 80، لأنه sodium channel هي voltage dependent and also time dependent. هسه مثل ما راح نشوف، فهنا this is resting يعني polarized، ماكو action potential. لما يجي الاكشن potential ايش راح يسوي؟ راح يفتح الصوديوم activation gate، وبنفس الوقت الـ inactivation gate هو راح يسدها. بس وين مشكلتها؟ انه هي slow، الـ activation gate تفتح بسرعة، الـ inactivation gate المفروض لما تجي الـ impulse مال depolarization شي يصير بيها؟ تنسد، لكن السدة مالتها بطيئة. فهسه احنا عندنا state where the sodium activation gate is open والـ inactivation gate بعدها مفتوحة تنسد. هذه يسمى this is the activated state، activation state of the channel. هذا يصير بالdepolarization، يعني يعتمد طبعا this is a voltage dependent، voltage dependent. وراها هاي راح تنسد ببطء، انسدت حقيقة لما يوصل الـ يعني الـ هنا راح يخلص الـ هذا depolarization، راح يخلص depolarization. هنا الصوديوم channel cannot be activated ما دام الـ inactivation gate مسدودة، ما يصير بيها activation. هذا is refractory
بيريد اللي يصير خلال الريبولاريزيشن ان اكتيفيتد ستيت. اذا عندنا 3 ستيتس طبعا يعتمد على الفولتج حتى تنفتح حتى الاكتيفيشن جيت ترجع تسد والان اكتيفيشن تنفتح لازم الممبرين بوتنشال يرجع سالب يرجع جوا ال 60 او جوا ال 70 يعني فولتج ديبندنت فولتج ديبندنت هاي يسموها ان اكتيفيتد ستيتس في بالتيشو اللي يصير بيه اريثميا اللي يصير بيه باثولوجي most of the channels will be in the activated or inactivated state. يعني resting channel راح يصير أعدادها قليلة أكثريتها قليلة اللي يصير بيها pathology اللي يصير بيها arrhythmia يعني عندنا تاكي arrhythmia عندنا re-entry معظم ال channels راح يصير activated or inactivated. إذن هذه two states كأنه this is a pathological state of the channel. شنو أهمية هذا الكلام؟ سنجيها بعدين. شنو أهمية هذا الكلام؟ عندنا فد نعم مصطلح في ال أنا ما موجود. ما يسمى بالستيت ديبندنس. ستيت ديبندنس يعني شنو؟ يعني اني الانتي اريثميك دراجز ذا جود وان الايفكتيف السيف انتي اريثميك دراجز اريده وين يروح؟ يسوي اتاتشمنت يسوي بايندينج للاكتيفيتد اند ذا انكتيفيتد شانلز ويعوف الريستنج. ليش؟ احنا قلنا الاكتيفيتد والانكتيفيتد هي المشكلة اللي بيها، يعني هي الباثولوجيكال. لما يصعد أريثميا معظم الـ channels المريضة هي activated or inactivated. فأريده وين يروح يسوي binding؟ يروح يسوي binding بالactivated والinactivated. اللي هي هاي شو نسميها؟ يعني هاي channels is used are used. هذا المصطلح شو نسميه؟ يعني عندنا دراج يسموه use dependent. يعني وين راح يروح إلى channels اللي هي ده تشتغل بيها شغل. بيها تاكيكارديا بيها فد مشكلة. This is use dependent. هذا معناها وبينما شي يعوف لي channels اللي هي بالresting state لأن هذه معناها channels. يعني طبعا نحكي عنها probability يعني channels اللي هي it has more probability to be in resting state. هاي معناها this is normal. فأنا ما أريد يرتبط بها. بينما the channels اللي عندها high probability أنه هي بالactivated or inactivated يعني تشتغل يسموها use dependent drug. الdrug it is use dependent يعني affinity عنده the high states اللي هي activated or inactivated. This property use dependent is good. يعني معناها هذا الdrug ما يسبب لي أقل مشاكل طبعا أقل side effects. بينما أكو drugs بها خاصية reverse use dependent يعني شو يسوي؟ يعني يعوف الactivated والinactivated وين يروح؟ على resting channels. هذا يسبب لي side effects أكثر طبعا. راح نشوف اكو بعض يعني بعض الكلاسز اوف انتي ريثميك بيها ريفرس يوز ديبندنت اكثريتها هي يوز ديبندنت راح يصير افينيتي عندها اكثر الى هذه الستيتس. اخر شيء طبعا يعني خلينا نسوي ريفلكشن او بروجكشن من الاكشن بوتنشال مالت الهارت على الـ ECG. وأيضا أذكر لكم واحد من الـ congenital or genetic disease اللي هي life threatening. طبعا الـ P wave reflect the depolarization of the atrium. The PR interval I reflect what? Reflect the conduction at the AV node.
يعني معناها إذا عندنا prolongation in the PR interval يعني عندنا مشكلة بال AV node. Prolongation يعني معناها الconduction دي يصير أكثر. زين. QRS complex reflects the depolarization of the ventricle, T wave repolarization of the ventricle. عندنا the QT interval. QT interval, this is a very important interval. طبعا لازم تعرفون ال normal values مالتها. هذه reflect the duration of the action potential. يعني إذا أريد أعرف أنا عندي prolongation in the action potential أقيس ال QT interval. إذا prolonged أكثر من النورمال وبها يعني تفاصيل. ها شنو معناها؟ معناها there is an increase in the action potential duration. اللي هي شنو سببها؟ لأن شنو اللي زيد ال action potential duration؟ The most important determinant هو ال repolarization current اللي هو مسؤول عنه ال delayed rectifier put ال slow delayed potassium channel potassium current. يجينا إذا نسوي blocking للبوتاسيوم channel ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندنا increase in the action potential duration. شلون راح اشوفها بال ECG؟ راح اشوفها على شكل prolongation of the QT interval. طبعا قلنا هذا يسبب لي ممكن يسبب arrhythmia serious ventricular arrhythmia. بعض الدراجز اللي هي potassium channel blockers زيد الاكشن بوتنشال دوريشن تطلع بالاي سي جي از ا برولونجيشن اوف ذا كيو تي انترفال واللي هي ات ويل بريديسبوز ذا بيشنت فور بوليمورفيك فنتريكولار اريثميا اللي هي كود بي لايف ثريتني. عندنا بعض الاشخاص يصير عندهم جينيتيك ديفكت ان ذا جينز ويتش ويل انكود فور ذا بوتاسيوم شانل واللي يسمى لونج كيو تي انترفال. Long QT interval يعني هم عندهم QT interval genetically it's prolonged. هذول ممكن شي يصير عندهم؟ يصير عندهم sudden death, ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. فممكن young people they can have a sudden death. طبعا هنا ال أنواع الأريثمية اللي هي ممكن تصير عندنا الاتريال فيبريليشن, this is the most common pathology. الاتريال فيبريليشن ان شاء الله على يعني المحاضره على الاسبوع الجاي ممكن نخصص وقت للكلينيكال فارماكولوجي وسبيسيفيك تريتمنت اوف most common arrhythmias. الاتريال فيبريليشن راح يصير عندي re-entry pathways in the atrium وممكن يسبب لي tachycardia يعني tachyarrhythmia. طبعا احنا في كقاعدة عامة اللي خوفنا بال الارثميز ممكن ان نقسمها الى supraventricular arrhythmia يعني اللي تصير بالاتريوم اللي هي بيها الاتريال fibrillation الباروكسيسمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا اتريال فلتر. هذه تصير بال بالاتريوم. احنا اللي خوفنا بيها شنو؟ خاصه الاتريال فيبريليشن لما يصير عندنا يعني حتى اذا صار عندي باراليسيس يعني بعد الاتريوم ما يشتغل هذا راح ياثر على تقريبا 15 الى 20% من الفيلينج اوف ذا فنتريكل يعني بالريستينج ستيت اذا البيشنت ما يحتاج يركض هذا مشكله يعني اتس نوت لايف ثريتنينج. المشكله وين؟ المشكله اذا صار ترانسميشن اوف ذس اتريال تاكيكارديا وين تتحول؟ تتحول الى فنتريكولار تاكيكارديا يعني which is called with a rapid ventricular response يعني اتريال تاكيكارديا with rapid ventricular response. ليش؟ لأنه excessive tachycardia إيش ممكن تسوي لي بالventricle؟ راح تسوي راح تقلل لي filling of the ventricle. فلما تقلل يعني إيش وقت يصير filling of the ventricle؟ خلال
الدايستولي بالتاكيكارديا بعد ما عندي فتره مع الدايستولي بين البيتس، فراح يصير ديكريز ان ذا فيلينج. اذا قل الفيلينج يعني معناه راح ياثر، يقلل الكاردياك اوتبوت، ممكن يسوي لي هايبوتنشن اند كود بي لايف ثريتنينج. سو بالاتريال فيبريليشن ذس از ذا موست، هذا اول سبب. وثانيا اتريال فيبريليشن كان بريديسبوز فور ثرومبوسيس ان ذا اتريوم، اللي ممكن يسوي شاورينج اوف امبولاي امبولايزيشن اللي ممكن يروح للبرين، فهذا ايضا خطر. الاتريال فيبريليشن التريتمنت مالته وي هاف تو ابروتشز او تو ستيبس يعني احنا نسوي بها، واللي هي اولا ريت كنترول، يعني اذا عندي سبب تاكيكارديا كريزن ذا هارت ريت راح اعطيه دراج يقلل الهارت ريت او الاريثميا، لكن يبقى الباثولوجي موجود، وخاصة لازم امنع انتقال هاي الاريثميا الى الفنتركل، فاعطي دراج يسوي سلوينج ان ذا كوندكشن اوف ذا اي في نود صراحة نعرفهم. وثانيا استخدم دراج حتى يرجع لي الى ما يسمى ساينس ريثم، يعني يرجع لي طبيعي، ما تبقى هاي عندي الاكتوبيك امبلسز. الفنتركولار تاكارديا this is a very serious disease arrhythmia especially if you have tachycardia يعني ventricular tachycardia ممكن يسبب لي collapse وممكن يسوي VF اللي هو complete paralysis of the heart. هذا مخطط لل وين تشتغل كل كلاس من الـ من الانتيارثميك دراجز، ان شاء الله راح نشوفها. فيعني كل كلاس وين راح يشتغل. كلاسيفيكيشن اوف انتيارثميك دراجز، راح نبدا بكلاس 1 اللي هو صوديوم شانل بلوكرز. كلاس 1 راح يتقسم الى 3 سب جروبس، كلاس 1 اي بي ان سي. طبعا التقسيم يعتمد على الإفكت of these drugs على الأكشن potential duration and also the kinetic of sodium channel blocking. الكينيتكس is not very important، المهم عندنا الإفكت مالته على الأكشن potential duration. اللي هي عندنا class 1A اللي هو يسوي prolongation of the action potential duration dissociate from the channel with intermediate kinetics. class 1B shorten the action potential duration dissociation with rapid kinetics. وكلاس 1C no effect on the action potential duration slow kinetics dissociation. راح نشوف ليش بعض الدراجز او الكلاس سب كلاسز تزيد البرولونجيشن اوف اكشن بوتنشال دوريشن. اذا احنا بدنا نتكلم عن كلاس 1A. كقاعدة عامة في كل الانتي اريثميك ممكن الانتي اريثميك دراجز، طبعا احنا عندنا 4 كلاسز، مو شرط الانتي اريثميك دراجز يشتغل يعني يتبع كلاس واحد، ممكن هو نفس الدراج من كلاس 1 وكلاس 3 مثلا، ممكن من اكثر من يعني حسب الميكانيزم اوف اكشن، ممكن يشتغل باكثر من ميكانيزم اوف اكشن، يعني ممكن صوديوم شانل بلوكر وبوتاسيوم ايضا شانل بلوكر مثل ما راح نشوف بالكلاس 1A. طبعا الاذر كلاسز، الكلاس 2 اللي هي البيتا بلوكرز اللي راح تشتغل مينلي على الفيس 4 سلوب، كلاس 3 اللي هي بوتاسيوم شانل بلوكرز تشتغل تسوي prolongation of action potential duration، و class 4 they are calcium channel blockers. عندنا ايضا مثل ما قلنا it can have multiple classes of action. class 1 اللي هي sodium channel blockers، sodium channel blockers ايضا they have local anesthetics or membrane stabilizing activity. ليش؟ لانه قلنا
شو تسوي؟ راح تسوي blocking for the sodium the fast sodium channels اللي هي مسؤولة عن شنو؟ قلنا مسؤولة عن يعني هذا الفيز زيرو هو اللي يحدد الكوندكتيف فيلوسيتي. فإذا أعطيت صوديوم شانل بلوكر كأنه أنا سويت وقفت الكوندكشن in the excitable tissue حتى بالنيرف. يعني بعض هسه راح نشوف بعض المعدن استخدم local anesthetics. هذا ملخص الكلاسات. هسه نرجع لكلاس 1A كلاس 1B كلاس 1C. كلاس 1A لانه صوديوم شانل بلوكرز فهي راح تشتغل على اكثر من مكان. يعني راح تشتغل على الاس اي نود ليش احنا قلنا وخاصه فيز 4 لانه جزء من عده فيز 4 يعتمد على الصوديوم شانلز. فسوي شيفتنج اوف ذا ثريشولد تو مور بوزيتيف بوتنشال يعني معناها راح تقلل الريت وياها تقلل decreasing the slope of phase 4 depolarization مثل ما شرحنا. قللنا السلوب يعني قللنا هاي الزاوية معناها يحتاج وقت أكثر حتى يوصل لل threshold فمعناها راح تقل الريت. بعد عندنا الإفكت on the ventricular muscle راح تقلل conduction velocity يعني تقلل ال Vmax مثل ما قلنا conductive velocity يعني phase 0 يعني ال Vmax. هذا الإفكت هاي الإفكت الإفكت على ال phase 4 بال SA node الإفكت على ال Vmax بالventricular cell هذا يعود إلى خاصية الصوديوم channel blocking effect. صوديوم channel blocking effect. لكن increasing ventricular effective refractory period and action potential duration ليش؟ إنه class 1A بها خاصية ثانية يعني هي مو بس صوديوم channel blocker أيضا potassium channel blocker. فش راح تسوي؟ راح تسوي increasing the action potential duration زيد الإفكتيف ريفراكتوري بيريد. فها طبعا this is good ليش؟ لأن راح تسوي لي بلوك يعني الإمبلس إذا صعدنا ري انتري الإمبلس ما راح يقدر يفوت ليش؟ لأنه اكو ريفراكتوري بيريد من المنطقة اللي صاير بيها دامج فما راح يقدر يفوت. لكن بنفس الوقت شو تسوي؟ predispose the patient for polymorphic ventricular arrhythmia. لذلك راح تشوفون انه هذا الكلاس كلاس 1A الدراجز الموجودة به predisposes for ventricular polymorphic ventricular arrhythmia or toxade du poix. So this is the mechanism of action. الدراجز اللي تستخدم هنا هو البروكينامايد ممكن نطي intravenously and orally. Metabolism in liver by acetylation واسطة specific enzyme. اكو بعض ال patient عندهم defect بالacetylation فممكن يصير عندهم toxicity. Electrophysiological action تقريبا مثل يعني في شيء عام لكل لانه عندنا صوديوم شانل بلوكر هو وبوتاسيوم شانل بلوكر فهو راح يسوي سلو كوندكشن. شو يسوي ايضا؟ prolongation of QRS duration of ECG يعني يسوي prolongation of the QT interval. مثل ما قلنا اي بوتاسيوم شانل بلوكينج ايجنت راح يزيد الاكشن بوتنشال دوريشن. شو راح اشوفه بالاي سي جي؟ بشكل prolongation of the QT interval. طبعا هنا بهذا الكلاس كلاس 1A الدراجز اللي موجودة بها انتي كولينرجيك افكت يعني الاذر دراج اللي هو ديسوبراميد
ايضا بي انتيكولينرجيك. البروكاينامايد ات هاز ذا ليست انتيكولينرجيك افكت امونج ذا كلاس 1 اي. So these are the most important features of prokinamide. Therapeutic uses, طبعا conversion of instrument بالatrial fibrillation, atrial flutter. هنا احنا قلنا بالatrial fibrillation we have a rate control, and also we want to restore the normal sinus rhythm. فالبروكينامايد it can restore the normal sinus rhythm. يعني مو بس يسوي slowing of conduction at the AV node. بالحقيقة هو الإفكت مالته يرجع إلى normal sinus rhythm. طبعا الإفكت مالته هو أقل من less effective than class 3. They are the best agents now. ايضا ممكن نستخدم الولف باركنسونيزم وولف باركنسون وايت سيندروم اللي قلنا اللي راح يصير عندنا شنو راح يصير عندنا اكسسوري باثوي يمل الاي في نوت فراح يسوي لي ري انتري يمل الاي في نوت ممكن يسوي لي ايضا فنتريكولار تاكيكارديا وايضا هنا ممكن نستخدمه ايضا ممكن نستخدمه بالفنتريكولار تاكيكارديا السايد افكتس مثل ما قلنا نتوقع انه هسه ممكن يسوي لانه برولونجيشن اوف كيو تي انترفال فسبب لي بوليمورفيك فنتيكولار اريثميا اور توكسايد دي بوا اس ال اي لايك سيندروم وين اذا عندك سلو اسيتيليتر يعني قلنا احنا هو بالاسيتيليشن بالليفر بعضهم يصير هالاسيتيليشن بطيء فممكن يسوي اس ال اي لايك سيندروم ممكن يسبب لي ايضا VF VT طبعا اللي هو بسبب الافكت اوف كيو تي انترفال برولونجيشن كلاس 1A اذر دراج هو الديسوبراميد سيميلر تو ذا بروكينامايد لكن شنو مشكلته انتي ماسكورانيك افكت انتي كولينرجيك افكت بعالي فلذلك وايضا بنيجاتيف اينوتروبيك افكت لذلك البيشنت اللي عندهم هارت فيلير اللي عندهم بروستيت بروبلم اوبستراكتيف يوروباثي جلوكوما ما نقدر نستخدمه هنا ات از كونترا انديكيتد ان ذيس بيشنت ذا اذر كلاس اوف دراجز اللي هو كلاس 1 بي انتي اريثميك اللي هو بي الليدوكاين ماكسيلتين فينيتوين هنا it does not prolong the action potential duration فلذلك هنتوقع يصير بي بوليمورفيك فنتريكولار اريثميا لا طبعا ليش انه قلنا هذا مترافق it's accompanied by increasing the action potential duration and prolongation of QT interval ليدوكاين طبعا لو زايلوكاين اللي هو ال prototype of this subclass it can be used only parenterally ما نقدر نستخدمه orally يعني يصير بي يعني rapid degradation short duration half life بي نستخدمه bolus dose and IV infusion طبعا الزيلوكاين اللي هو sodium channel blocker قلنا هذا ممكن نستخدمه كمخدر يعني اطباء الاسنان يستخدموه زايلوكاين شنو الميكانيزم اوف اكشن مالته بالنيرف ايش راح يسوي راح يسوي يسوي بلوكينج فور صوديوم شانل ان فيز 0 فبعد ما كوندكشن بالنيرف فهو يسبب الخدر يسبب انه بعد ما تشعر بالبين لانه بعد ماكو كوندكشن طبعا الليدوكاين يستخدم فقط بالفنتريكولار اريثميا ما نستخدمه بالسوبرا فنتريكولار اريثميا الاريثميا اللي تصير بالاتريوم مثل ما قلنا prolong does not prolong QT interval فلذلك ما بي البوليمورفيك فنتريكولار اريثميا
مثل ما قلنا it's ineffective against supraventricular arrhythmia. نستخدمه أيضا إذا عندك ventricular arrhythmia in emergency situation، لكن أميدارون الآن يستخدم أكثر. It is the drug of choice في حالة أنه عندنا patient عنده ventricular tachycardia ونريد نسوي له termination. إيش وقت هذا؟ after cardioversion و patient عنده acute ischemia. فهو this is the agent of choice. يعني patient مسوي له cardioversion، راح نحكي لكم على cardioversion بالأسبوع الجاي على non-pharmacological intervention. هو عنده ischemia، سوينا له cardioversion حتى أمنع يصير عنده ventricular tachycardia أو حتى أنهيها، أستخدم الليدوكاين. طبعاً السايد إفكت it's one of the least cardiotoxic agent، يعني very minimum سايد إفكت. كلاس 1B بعدنا بي، يعني بالزيلوكاين عندنا الماكسيليتين اللي هو يشبه الليدوكاين، لكن فرقه شنو؟ فرقه أنه ممكن نستخدمه أورالي، وايضا ممكن نستخدمه كرونيك بين دايابيتيك نيوروباثي. كلاس 1 سي، بعدنا بالكلاس 1، هذه they are the most potent sodium channel blocker، ما بيها افكت على الاكشن بوتنشال دوريشن، اند ممكن نستخدمها، يعني الانديكيشن الاساسي هو الventricular contraction، ممكن نستخدمها بالاتريال فيبريليشن، كانت تستخدم بشكل واسع لانها very potent. This is the most potent one. مشكلتها انه شنو؟ مشكلتها بيها depressive effect on the cardiac function and they are pro-arrhythmic drugs، ممكن تسبب ارثمية. لذلك وخاصة فاذا يعني الفليكانايد هو البروتوتايب اوف ذس دراج اوف ذس كلاس، وين مشكلته؟ اذا نعطي بيشنت عندهم بري اكزيستينج فنتريكولار تاكي اريثميا، طبعا هذا اكثر شيء يستخدم بالاتريال فيبريليشن حتى يعالج ويسوي بريفنشن اكثر من الـ يعني الفنتريكولار اريثميا. فاذا بيشنت عنده اي اصلا عنده فنتريكولار تاكي اريثميا او عنده مايوكارديال انفاكشن، ممكن انه يسبب worsening the arrhythmia حتى بالnormal doses. لذلك it's يعني لازم نصير يعني cautious about these two conditions. اذا عنده يعني pre-existing ventricular arrhythmia او عنده high history of myocardial infarction، otherwise it can be used. يعني طبعا احنا عندنا الـ current trend in the treatment of life threatening arrhythmia انه احنا يعني نحاول نستخدم class 3، ما نستخدم class 1، او نستخدم electrical devices implantable مثلا defibrillator، ايضا نحكي عليها ان شاء الله بالاسبوع الجاي. ف class 1 can be used، لكن class 3 is better، خاصة احنا دي نحكي على خاصة فيما يخص الventricular arrhythmias، يعني ventricular tachycardia. Class 3 is better. وهسه نستخدم يعني defibrillator، implantable defibrillator. أيضا ممكن نتكلم عنه بعدين. يعني هذا فيما يخص الكلاس 1، وهذا نهاية الجزء الثاني من محاضرة الانتي arrhythmic.